السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اصدقاء، قبل اي شيء عليكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. امانة مجلس الوزراء تبين امكانية ترفيع الموظف لهذه الدرجات. الامانة العامة لمجلس الوزراء تبين عدم وجود مانع قانوني من ترفيع الموظف من دال الرابعة معاون مدير الى الدرجة الثالثة مدير المستوفي للشروط القانونية الوظيفية. هذا ما اكدته الامانة العامة الى وزارة المالية من اجل تعديل ما جاء بتعليمات تنفيذ الموازنة بخصوص ذلك.